السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معانا طريقة السردين المتبل الجاهز، السردين البلدي. معايا تتبيلة السمك المشوي، ومعايا طريقة البتنجان المخلل بالتتبيلة المميزة. تابعونا، ما تنسناش في اللايك، لأن هو ده اللي بيرفع الفيديو، بيرفع المشاهدات. ولو عجبك الفيديو فيدي غيرك واعملي مشاركة في الجروبات اللي انت فيها. ويلا نتابع الوصفة معانا النهاردة ايه. السردين البلدي هنبدأ نعمله اهو. حطيته في المصفى وهرفع حطه على الميه، اغسله كويس جدا وهنضفه، واهم حاجه اغسله طبعا. اهو بلدي السردين، تجيبيها كده اهي طازه. هنضفه كله ونرجع نشوف هنعمله ازاي. نضفت السردين، شلت الراس بتاعته والقلب بتاعه اهو، نضفته زي الفل، والديل، وشلت القشر بتاعه. والسردين فايدته ان هو مليان بالاوميجا 3. انا مؤخرا بقيت اجيبه، انا كنت في حياتي ما جبته، يمكن دي تاني او تالت مرة اجيبه. ولما بجيب ما بجيبش كمية. انا كده نضفته، ويلا نشوف التتبيلة بتاعته، سواء هتعمليه صينية او هتقليه. هنتبل بقى، نشوف التتبيلة بتاعتنا النهاردة. هنعمل ان شاء الله السمك المشوي. طبعا انا جايباه مشوي من عند الراجل جهز، بس انا بعمله تتبيلة في البيت بتميزه اكتر، حتى لو كنت جايباه متبل، وهقولك عليها دلوقتي. وهنعمل سردين مقلي، وهعمل بتنجان مخلل بيتاكل جنب الحاجة كده تبقى حلوة. وهنعمل يعني مش شرط بقى سمك، يبقى هنعمل بابا غنوج وسلطه بطاطس وسلطه خضراء. هنعمل سلطه خضراء بس تنويع في الطعام يعني مع السمك، تمام. ومعايا طبعا ليمون، وهجيب ده ليمون بس للسردين، وهجيب ليمون تاني للسمك المشوي. اما البتنجان هستخدم له خل. معايا هنا فلفل اخضر، بتوم، بشبت، مفرومين، ومعايا هنا كمون وكاري او كركم. معايا هنا الهريسة الشطة اللي انا كنت منزلها على القناة، اللي هي عبارة عن توم برضو وفلفل احمر وخل وليمون وملح، تمام. عشان كده انا مش هحط ملح، مش هضيف في الخلطة ملح، لاني انا دي دقاها عاملة الخلطة دي فيها ملح والهريسة فيها ملح. نسمي بسم الله كده. هنعمل الخلطة بتاعت السردين. هنا معلقة كمون على معلقة كركم او كاري، هحط معلقة هريسة، وهحط معلقة هريسة من الخضرة. ونسيت اقول لكم برضو، لو عندكم كركم، عندكم قصدي مستردة، ما يمنعش، المستردة بتبقى حلوة جدا في الاسماك. ممكن تستغني عن الكاري. هضيف الليمون، الخلطة دي بتميز. بصي، اهم حاجة عندك لازم الكمون والليمون يعني الخلطة اصلا جاهزة عندك، انت مش بتعملي حاجة غير ان انت بس بتضيفيهم على بعض. الليمون الاخضر بيدي نكهة حلوة جدا لاي اسماك يعني. وبضيف جزء بسيط جدا من الخل، مش كتير، تمام. بقلب الخلطة دي، وهحشي بيها السردين. السردين ممكن تحشي بيه، وممكن ان انتي تخلطيه كده قدام، يعني اللي يريحك. انا عن نفسي عشان ماسكه التليفون هعمل قدامكم بس كده، وانا هحشيه من جوه. انا بحب كده، بيديكي طعم مميز. انا هحشي كله ونرجع مع بعض كده، تمام. انا كده حشيت السردين. هركنه بقى يشرب من التتبيله شويه. نكون انا دلوقتي هرفع البتنجان ده، احطه في شويه ميه واغليهم على النار بشويه ملح، واسيبهم نص سوا. وممكن تقليه وتحشيه، بس انا عايزه الحاجه تبقى اخف، ما يبقاش كله قلي، فانا هسلقه. هرفعه على النار ونرجع نشوف هو طريقته بعد السلق. رفعته كده على النار يتسلق نص سوا يا جماعه، مش كامل يعني.
ونروح بقى مع بعض نشوف تتبيلة السمك المشوي. ده كده السمك المشوي شارب تتبيلة حلوة. هقول لك بقى على تكايتي، هنا عندك اهو شوية مية على حسب، انا هنا جايبة 4 سمكات، يعني شايفين شوية المية الصغننين دول اهو، حبة صغيرة جدا يعني في حدود 4 معالق مية، هتحطيهم في حاجة تغلي على النار. وهجيب هريسة الشطة دي معلقة اهو، وهجيب شوية خل حلوين اهو، وهحط كمون، هضيف حبة كمون كده صغيرين اهو، وهحط شوية ملح. لو هو متبل يبقى خلي بالك عشان الملح ما يبقاش زيادة، تمام، لكن لو هو مش متبل حطي الملح بزيادة ما تخافيش اهو. هرفعهم على النار، استبري لاني هنحط الليمون، بس مش هحط الليمون معاه كده، هرفع دول بقى كده على النار، وهضيف برضو شوية عندي التوم بالفلفل الاخضر، كلهم كده هرفعهم على النار يغلوا ونرجع نشوف هنعمله ازاي. دي التتبيلة بتاعت السمك، شايفينها بتغلي ازاي، انا هاخدها بقى كده غلت خلاص، وهي بتغلي كده ما استناش، وهي بتغلي كده اهو، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، اصبها كده على السمك في طبق التقديم عادي جدا اهو. نسيت اقول لكم ان انا بشرة عليها نص جزرية بشر رفيع عشان يديني لون ومميز وتقديم حلو، ومن الف للياء كده اهو اهو، يعني بترجعي تحطي تاني كله كله. طب انا ما حطيتش الليمون، تمام، سيبيها دقيقة وهي لسه سخنة كده، حتى انت كده سخنتي السمك، حتى لو السمك بارد انت كده سخنتي السمك واجبرتيه ان هو يشرب من التتبيلة اللي انت عاملاها، تمام. تعالوا بقى الليمون، اهم حاجة الليمون، ده احنا كده فقيناها من التتبيلة بتاعتنا. تيجي بقى على كل سمكية كده تعصري نص ليمونة. معصرتش ليه معصرتش ليه الليمون في المية وانا بغليه؟ اقول لك ليه، ممكن يجي بزياده فتضطري ترمي الميه بالليمون. لا انت كده عامله بالظبط وسقيتيه بالظبط، وممكن الزياده دي تترمى، تصفيها كده اهي، تصفيها خالص، المهم ان انت شربتي منه، والليمون يبقى هو الاساس فيها اهو. تعصري الليمون، انت كده سخنتي جسم السمكه بالميه السخنه، فعصرت الليمون عطاكي مزازة جميلة جدا للسمك. وشربت كده يبقى لكل سمكية نص ليمونة، يبقى انت كده ضمنتي ان انت تبلتيه، حتى لو لا قدر الله عندك برد، لا انت ضمنتي ان انت هتاكلي سمك وكمان البرد يروح منك لان انت مكترة الليمون. وساعات كمان بعصر ليمونية بحالها، لو السمك اكبر من كده بعصر ليمونية اكبر. كده ادي كده تتبيلة السمك معايا خلصت، السمك المشوي. نروح بقى نشوف ان شاء الله التتبيلة بتاعت البتنجان المخلل. نيجي هنا البتنجان، انا جهزت له الخلطة، برضو معايا هنا الهريسة بتاعت الشطة دي اساسي بدخلها في كل الحاجات، الاسماك زي ما قلت لكم والمخللات، وحطيت عليها 1/4 معلقة كمون، وهي فيها الملح بتاعها عادي، وهنا ديت بقية التوم المفروم اللي تحت بالفلفل الاخضر، حطيت عليه عودين كزبره، وحطيت 1/4 جزرية مبشوره. انا مش عايزه حاجه تبان قوي، يعني انا عايزه زي السلطه كده ميكس، مش ده الطريقه بتاعتي اللي بتقعد معايا بالشهور، انا دي عاملاها حاجه سريعه جنب السمك كده، يعني ممكن تقعد معاكي لمده اسبوع في التلاجة مفيش اي مشكله مش هتبوظ. وهنا حاطه فلفل الوان احمر واخضر و اصفر، تمام. هخلط كل الحاجه دي مع بعض، التوم اهم حاجه يا جماعه، هخلط بقى المارنج ده مع بعض كده اهو، وهضيف عليه الليمون والخل، الليمون يعني عشان يبقى ميزف كده وحلو اهو. حطيت ليمونية، هو 1/2 كيلو
انا جايبه نص كيلو، فحطيت ليمونيه وهضيف خل. كتري بقى من الخل، لان الخل بيبقى ايه، هو اللي عطيله النكهه الجميله دي. هاخد بقى الحشوه الحلوه بتاعتي دي كده اهو، واحشي بيها البتنجان، وبعد نص ساعه او ربع ساعه بكبيرك تاكليها. مش عايزه اقولك الخلطه دي هتبقى جميله جميله جميله، حتى هي كده هتدي طعم للسلطه اللي انت عاملاها يعتبر دي. تمام، احشي بيها البتنجان. البتنجان انا عطياله فتحه كده قبل ما اسلقه، فانا هحشيه ونرجع مع بعض نشوفه. كده انا حشيت البتنجان بتاعي بالخلطه اللي وريتها لكم، وكده خلاص معايا البتنجان المخلل بطريقه، لاني بعمله بكام طريقه، دي طريقه من الطرق بتاعت البتنجان المخلل، جميله جدا 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 وسهله وسريعه، وتاكليها بسرعه جنب اي اكل، فراخ مشويه، سمك زي النهارده يعني. ممكن تضيفي عليها معلقه زيت كده لو حابه، وعادي كده عملت الكميه دي ودي كمان. انت ممكن تحطيهم في علبه وتحتفظي بيهم في التلاجة عادي، ما بيبوظوش لمدة يعني اسبوع، ما فيش اي مشكلة عندك. نروحوا بقى مع بعض نقلي السمك السردين. عفرت السردين بالدقيق زي ما انتم شايفين، هجيب طاسة ما بتلزقش، هرص السردين فيها كده. هنقليه المرة دي بطريقة مختلفة عن اللي احنا متعودين عليها، هرص كله بالمنظر ده كده. رصيته كله اهو، هضيف زيت، معلقتين زيت كده مش كتير، وهرفعهم على النار. حطيتهم على النار عالية زي ما انتوا شايفين اهي النار اهو، سيبيهم بقى يتقلوا ونشوف هنعمل ايه المرة. ده كده شكل السردين بعد ما اتقلب بالمنظر اللي انا وريته لكم ده، وانا قليت شوية زيادة في طاسة تانية، هزودهم كده. وده كده الشكل النهائي للسردين بالطريقة المميزة بتاعت مطبخ بوسي وهيما. وكان معانا تتبيلة السمك المشوي ومخلل البتنجان الجميل والسلطة الخضراء المميزة. وده كده نهاية الوصفات معايا النهاردة، أتمنى تكون تعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والشير، وإلى اللقاء في وصفة جديدة أخرى من مطبخ بوسي وهيما.